يا سلام على الأفكار اللي هي خارج الصندوق. أنت كمسلم ومؤمن كيف ممكن تضمن أن أجرك من عند الله سبحانه وتعالى يأتيك بشكل مستمر بدون توقف؟ فقط أنك تساهم مرة واحدة، متخيلين؟ التجارة مع الله تجارة مربحة من الدرجة الأولى. في الأشياء الوقفية، متخيلين الأشياء الوقفية لما تساهم في بناء منشأة أو شيء يخدم الناس، ومن خلال هذا المبنى أو هذه المنشأة كل ما استخدموها الناس أو استفادوا منها أجرك بشكل مستمر يوصلك. لذلك الأخوان في قرية عمق الرباخ في ولاية قريات يريدوا يعملوا مبنى، من خلال هذا المبنى أرباحه وإيجاراته تروح للناس المعسرة والمحتاجين. يعني بيكون في مبنى، هذا المبنى وقفي، وهذا الفريق معتمد من وزارة الأوقاف. اللي يحب يشارك بسهم ويستفيد طول عمره أجر من عند الله سبحانه وتعالى. أنا بحط لكم أرقامهم في نهاية الفيديو، وأيضا هذه أرقامهم وتليفوناتهم إذا كانت ما واضحة ممكن تتصلوا فيهم وتتواصلوا معهم، وكل هذا في ميزان حسناتكم تجارة مع الله سبحانه وتعالى ما تنتهي، وأجرها عظيم وكبير بعد. الله يحفظكم يا رب.